انا احمد عاطف انفورميشن سكيورتي كونسلتنت وماستر ستودنت هنا برضه في جامعه النيل. طبعا انا سعيد ان في اساتذه بيحضروا لي يعني. طيب انا بس هدي كويك اوفر فيو كده عن البرزنتيشن. طبعا الكلام مش واضح. البرزنتيشن عامه بتتكلم عن الديزايننج بتاع سكيورتي كنترولز. يعني لو انا النهارده عندي بعمل كومبلاينس مثلا مع ايزو او عندي ريسكس عايزه متجتها، فانا محتاج ان انا احط كنترولز، لان في بند في الاي اس ام اس او الايزو 27000 بيتكلم على ان انت تحط كنترول ويبقى افكتيف. البرزنتيشن كلها مش از بير بوك، يعني مفيش بوك هتلاقي فيه الكلام ده. ممكن تلاقيه بس انا ما رجعتش للكتب يعني وانا بشتغل فيها. انا رجعت اكتر للاكسبيرينس اللي انا مريت بيها وبعض وجهات النظر، يعني مش اكتر من كده. الحاجه الثانيه اللي انا اللي خلاني اصلا اعمل البرزنتيشن دي، ان وانا بشتغل كان في ناس كتيره بتسال على موضوع ازاي ان انا اعمل كنترول ديزاين. يعني انا النهارده معظم الناس اللي بتعمل الايزو بيجي حتى هو البرسبكتيف بتاعه كده، ده تقفيل ورق وهنجيب الاوديتور وهيخلص الايزو تمام، يعني العمليه هتخلص. بيجي عند الكنترولز ما بيعرفش يعمل فيها ايه، وبالتالي يقول لك طب انا هقيسها ازاي، هقيس الكنترول ازاي وهعمل ديزاين للكنترول ازاي. فالاوبجكتيف اصلا ان احنا نجاوب على شويه الاسئله بتاعه الكنترولز دي. البرزنتيشن مبنيه على اكتر من ديسيبلين، منها طبعا الانفورميشن سكيورتي، بس طبعا الانفورميشن سكيورتي لوحدها ما بتغطيش، لان الانفورميشن سكيورتي بحد ذاتها اصلا انتر ديسيبلين. ففي حاجات ليها علاقه بالكواليتي كنترول وحاجات ليها علاقه بالسيستم انجينيرنج. احنا انا اسيومنج ان معظم اللي موجودين هيبقوا عندهم باك جراوند عن الريسك اسيسمنت، فهنطلق. طبعا لو في حد حب يسال انا هحاول اسيب وقت كافي ان احنا يبقى فيه اسئله، لان الموضوع بس برودت شويه. فانا هحاول اوصل وجهه النظر بتاعتي او طريقه حسابي انا للكنترول افكتفنس عامل ازاي بالنسبه للناس اللي هي مهتمه بموضوع الكنترول ديزاين وازاي يقيس الافكتفنس بتاعه. اخر حاجه ما حدش بس يسيء فهم العنوان. هو لا يعني احنا نعرف ليه العنوان مكتوب كده، او ايه الكيس ستادي بتاعت البويزن ان ذا ميديسن. يعني statistics سريعه كده، statistics دي بتاعت 2014. هتلاقي فيها ان اللارج اورجنايزيشنز ستيل عندها سكيورتي بريتشز ب 81%. ده طبعا رقم كبير بالنسبه للسكيورتي، بالنسبه لاورجنايزيشن كبيره عامله انفستمنت كويس في السكيورتي. هاويفر السمول البيزنسز ستيل برضو في اوفر 50%، يعني 60% عندها بريتشز. خلينا نتعمق شويه نشوف الستاتستكس ماشيه ازاي. هي دي توزيعه الاتاكس، دي توزيعه الاتاكس، معظمهم هتلاقيهم فوق 50%. طب ده بالنسبه هنا للارج كومبانيز، هنا للسمول بزنسز او السمول كومبانيز. طيب القصه دي بتأدي ان احنا في سؤال. النهارده احنا في سنه 2014، كميه الكنترولز اللي موجوده والفندورز بيبيعوها كتيره جدا، فاير وول، اي بي اس، سيم، انتي فايروس، انتي مالوير، ساند بوكسنج، اي بي اس، كل الحاجات اللي موجوده دي، وستيل الرقم اللي احنا واصلين له في ان احنا نحمي نفسنا هو 81% بالنسبه للشركات الكبيره و 65% بالنسبه للشركات الصغيره. كده في مشكله. هي دي المشكله، ان برايز قال النظام العيب في النظام، في مشكله عندنا في النظام. احنا عندنا سيستمز بس مش كنترولبل، وهي دي المشكله. ان انا بجيب سيستم، بجيب فايرول، بجيب اي بي اس، بجيب انتي فايروس، بس مش كنترولبل. هنعرف كمان شويه يعني ايه كنترولبل يعني. بس مشكلتنا دلوقتي ان احنا مش قادرين نكنترول السيستم اللي عندنا. حاطين سيستم، حاطين الانتي فايروس، حاطين الفايرول، بس ما بيحمينيش. خلينا نبدا القصه من الاول كده. في مثل مصري بيقول دايما ايه، المركب اللي ليها ريسين تغرق. لا، هي الحقيقه ان المركب اللي ليها ريسين او اكتر بتكبر. لو رجعنا زمان هنلاقي ان طريقه اداره الاورجنايزيشن زمان كانت دايما في ايد واحد بس. يعني هو واحد بس هو البوس، هو ده الراجل الكبير، ده اللي عنده الورق كله، ده اللي عنده كل الانفورميشن، واي حد عايز يجيب انفورميشن لازم يرجع للايه؟ للراجل الكبير. بس الموضوع ده كان كويس مع اورجانيزيشنز صغيره او ليها
كونكشنز قليله مع مع البارتس الثانيه. وطبعا هي معتمده بس على الورقيات. مع تطور الزمن طبعا المثال ده احسن مثال ليه البقاله، يعني اللي هو النظام المصري، النظام المصري اللي هو نظام البقاله، فده بيبقى سهل بالنسبه له ان هو يتابع كل حاجه لان كل حاجه مع صاحب البقاله. لكن دلوقتي او المودرن لايف دلوقتي بقت مختلفه شويه، لان انا بقى عندي اورجانيزيشن كبيره وبقت شوان مان شو تيم ورك، فانا ما عنديش مدير واحد الحقيقه، انا عندي اكتر من مدير، عشان كده المركب ام اكتر من رئيس اكيد هتكبر يعني. بس ده ادى لمشكله ثانيه، ان العروسه اللي كانت بتتحرك او البابيت اللي كانت بتتحرك او البيزنس اللي كان بيتحرك بايدين صاحب الشغل او صاحب الفلوس، لا ده بقى في ناس كتيره بتشارك معاه في الاداره، وبالتالي انا محتاج يبقى عندي كنترول، بدل ما يبقى الكنترول في ايد واحد بس، انا محتاج ان انا انفورس كنترول على كل اللعيبه دول علشان نفضل استيك للاوبجكتيفز بتاعتنا. واضح ان الاورجانيزيشنز دلوقتي قاعده بتبومينج، يعني كل شويه الاورجانيزيشن قاعده بتكبر تكبر تكبر، وبقت بتدخل معانا مديرين جداد. يعني من 10 سنين مثلا كنا عارفين سي تي او كده، سي اي او، سي اس او، كل شويه في لعيبه جديده بتخش. طب خلينا نشوف ايه هو السيستم الاول. فالسيستم هو اني انتيتي ذات بيرفورمز سبيسيفيك فانكشن باي انتجريتنج اتس ريسورسز ان سيرتن واي تو بروسيس سام انبوتس تو جيت ان انشور ان اوتبوت تو انشور ان اوتبوت. طيب سيبوكم من الرغي ده كله، ده ديفينيشن رغي انا اللي كاتبه اساسا، مش 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 يعني مش مش اكاديميك ولا اي حاجه، بس انا عايز نبص على شويه كي ووردز، لان هو الديفينيشن مظبوط يعني، بس هو مش اسبير بوك برضه، انا اللي كاتبه اسبير البوينتس كتيره اللي تحت كلمه سيستم يعني. فتلاقي انت عندك ثلاث جمل مهمين قوي، اللي هو سبيسيفيك فانكشن سيرتن واي انشور ان اوتبوت، كلها حاجات محدده سبيسيفيك سيرتن انشور، حاجه كنترولبل. طب قاعدين بنقول كنترولبل كنترولبل كنترولبل، طب ايه الكنترول كنترول كنترول، طب ايه الكنترول ده؟ انا عايز بس هوريكم مشهد هو هيقول لنا ايه هو الكنترول. طب احنا هنبص على المشهد وهنعمل له اناليسيس، وهو ده الـ ده الـ دي الكيس بتاعت السم في العسل. مش عارف الصوت. ايوه الصوت مش شغال. انا كانت جايه راكبه الترماي. اي ترماي؟ والله ما اعرف، كما عرفني في العتبه بتتفرع عده خطوط للترماي. طب هو سريعا كده لحد ما نعرفه العتبه والقصه بتاعتها. هو ده المفروض فيلم بين الحياه والموت او الحياه والموت، تمام؟ هو المفروض ان في واحد كان مريض، فبنته نزلت تجيب الدواء، وهي بتجيب الدواء الراجل الصيدلي عمل مش يعني عمل الخلطه غلط، وبعد كده هي مشيت بالخلطه بتاعت الدواء، والمفروض ان هم طول الفيلم بيحاولوا يدوروا عليها. فهو المفروض الصيدلي راح للحكم دار عشان بيساله انا عامل ايه؟ انا متذكر اني ما رميتهاش، سبتها على درج المكتب. هو افتكر ان هي سابت التذكره بتاعت الترماي على الدرج بتاع المكتب. عمل واحد في المليون يا فندم. واحد في المليون برضه ابدا. الو مامور المشكي. ايوه يا فندم، والكمساري معلم التذكره بنمره 2. هو هنا قال له حاجه، قال له الكمساري يعلم التذكره بنمره 2. خلي بالكم احنا مثلا يعني خلي بالكم بس من الكلمات اللي هي موجوده جوه ال يعني الراكب جاي من اول خط تقريبا. ترماي نمره 30. خط مصر القديم عروض الفرج. البت ركبت من اول خط تقريبا. طيب متشكر. هي البنت سابت الاجزخانه كان وقته ايه؟ من حوالي 40 دقيقه يا فندم. 40 دقيقه يعني لو ركبت الترامواي عشان تروح توصل في حوالي 50 دقيقه يا فندم، ويمكن اكتر، لان النهارده الوقفه والمواصلات زحمه. الله يعوضك. اشاره تليفونيه الى قسم مصر القديمه، تخرج قوات للبحث موزعه كالاتي، ابتداء من الخط المتفرع من فم الخليج الى منتصف شارع القصر العيني للبحث عن فتاه. يبحث في جميع الترامويات المتجهة إلى مصر القديمة عن فتاة في إيدها إزازة دواء وفي شعرها فيونكة وسنها حوالي 8 سنوات، ثم تحجز في أقرب قسم مع الاتصال توا بال. طيب في أمل. هو ده كده أول كنترول هو أخده، أول كنترول عنده كان
ان في sufficient information موجوده على ظهر التذكره اللي هي رقم 2 اللي هي قالت له هي راكبه من انه حته في جوه الخط. هي قالت له هو راكبه من انه حته من جوه الخط. تمام؟ فده اول كنترول. كيف توصل للجهه الاخرى؟ ازاي نقدر نمنعها؟ ازاي؟ انا عندي فكره يا فندم. اتكلم. ندور ميكروفونات في كل منطقه. ميكروفونات؟ لا، حطت الازاي هتفتح بعد كام دقيقه لما نتصل بيها. هو ده دي الكنترول الثاني دلوقتي. هو ما قدرش يوصل بسرعه. الطريقه اللي يوصل لاحمد ابراهيم بسرعه. فقال خلاص هي الاذاعه هتفتح فممكن نذيع عليها. اديني محطه الاذاعه. دلوقتي هو عمل اثنين كنترولز. الكنترول الاولاني ان هو عرف هي جت ركبت منين من اول خط. ده عشان السفشنت انفو اللي معاه. تمام. الكنترول الثاني يعني هنعرف هو ليه الكنترول الثاني كان مفيد لان هو ده اللي حل المشكله. الكنترول الاولاني ده ما كانش ليه اي قيمه. افكتفنس مفيش. كنترول هو كنترول بس مش افكتف. الكنترول الثاني كان افكتف اكتر منه. وعمل حاجه اللي بنسميها الفيل سيف. لو حصل ان الكنترول الاولاني وقع فانا عندي كنترول ثاني هيحميه. هو ده تعريف الكنترول. ان انا يبقى عندي حاجه اقدر اكنترول بيها البروسيس بتاعتي. هو النهارده خلى الضباط بتوعه يقدروا يكنترولوا البروسيس بتاعت التدوير بدل ما كان هيقعد يدور في مصر كلها على واحده ماسكه ازازه دواء. طب عشان نقدر نزين الكنترول بتاعنا بس محتاجين نسال شويه اسئله. اول حاجه هو انا الكنترول اصلا هو اول سؤال بس انا عايزين نساله هو احنا عندنا كنترول اصلا؟ تمام؟ احنا عندنا كنترول ولا ما عندناش كنترول؟ كل اللي في القاعه هيقول انا عندي كنترول وده غالبا اللي موجود لان كلنا عندنا فاير وول اي بي اس مانيوريتي قوي اللي هتلاقيها مش اورجانيزيشن يعني ماتيور فاحنا معظمنا عندنا كنترول. السؤال الثاني هو انا عندي كنترول افكتيف ولا مش افكتيف؟ انا عايز اعرف الموضوع انا عندي كنترول افكتيف ولا مش افكتيف؟ هو دي الاجابه. لو انت عندك ناس بتيجي الفندور بيجي يقول لك كذا 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 فانت بتقول له اشتري يبقى انت عندك نوت افكتيف كنترول. الكنترول ده مش افكتيف لانك انت ما عملتش دراسه للكونتكست بتاع المكان اللي انت قاعد فيه. يعني انت جبت قال لك في فاير وول نيكست جنريشن فاير وول نيكست جنريشن اي بي اس سم انتي فايروس ساند بوكسنج قاعد ايه بشتري بشتري بشتري. الجزء الثاني لو هو افكتيف يبقى انت اكيد جاوبت على السؤال بتاع زكية زكريا اللي هو ليه 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 يعني ليه جبت فاير وول انا ليه جبت انتي فايروس انا ليه جبت سم. طب لو احنا معانا دلوقتي الرايت كنترول واحنا لسه ما جاوبناش على الافكتيفنس فانا ليه لسه بفيل؟ المشكله في نظريه البامبرز. ايه نظريه البامبرز؟ احنا بقالنا سنين الناس قاعده بتخدعنا. البروتكتورز بتوعنا هم اللي بيخدعونا. يعني الفندور بيجي يخدعنا ليه؟ هو بيجي يقول لك انا هبيع لك الفاير وول ده وهو بيعمل كل حاجه. خد الفاير وول يعني مثال المثال الفاير وول الاي بي اسز لما بتيجي تتباع بتيجي تتباع بحس complying with PCI. فاير وول ممكن ماشي ممكن. الاي بي اس ايه علاقته بالبي سي اي؟ لا والاظرف من كده انه يجي يقطع لك خمسه سته requirements تقفله بالاي بي اس. تمام؟ بي سي اي مش محتاج اي بي اس، البي سي اي محتاج اي دي اس مبدئيا ودي requirement واحده سب requirement واحده. فهو بيجي يبيع لك حاجه اللي هو بيقولوا في الاعلان بتاعت البامبرز كده اللي هو ايه نظام العنايه المتكامل. هو مفيش حاجه اسمها نظام العنايه المتكامل لان اي طفل هيلبس بامبرز اكيد هيجي له ايه؟ تسلخات. فهي دي الفكره هم قاعدين بيخدعوك قاعدين بيقولوا لك ركز في البرودكت ما تركزش في السيستم. انت احنا بنموف بترندز يعني النهارده لازم نجيب سم يبقى كلنا لازم نجيب سم. احنا النهارده لازم نعمل سك يبقى كلنا لازم نعمل سك. احنا النهارده لازم نجيب الديتا دايود يبقى كلنا لازم نجيب ديتا دايود. انا ممكن الانفايرمنت بتاعتي مش محتاجه الكنترول دون. مش محتاجه ليه؟ لان انا عندي سيستم تاني موازي يقدر يحلها. تمام؟ زي السيستم الموازي بتاع الفيلم اللي هو التذكره. ده كان سيستم موازي عنده. الحاجه الثانيه احنا المشكله الثانيه بقى غير الفندورز ان احنا موفينج باي ريجوليشنز. يعني انا ما فيش حد بيجي يقول انا عايز الكنترول ده عشان كذا، لا انا عايز الكنترول ده عشان البي سي اي. انا عارف دي مشكله من المانجمنت من التوب مانجمنت لان هو بيجي تقول له انا عايز اجيب ده ايه السبب؟ او ايه الهدف؟ ما طبعا ما بتقدرش ترد عليه، ما بيبقاش هو اصلا قابل ان انت ترد عليه. واخيرا الليك اوف هاو. كل الستاندرز اللي نزلت ايزو، كوبيت، ايتل تيجي تقول انت محتاج تعمل ايه عشان يبقى عندك افكتيف كنترول، يعني الوات بيقول لك انت محتاج ايه؟ فيقول لك افكتيف كنترول. يو نيد تو هاف ان افكتيف كنترول، يو نيد تو هاف ان افكتيف ماتريكس. ايوه هاو بقى ازاي نعملها؟ ازاي اعمل ازاي الماتريكس دي؟ ففي ليك في الجزئيه دي خالص. فعشان كده احنا ماشيين باي انرشي.
فبالتالي احنا ما عندناش افكتيفنس لان ما فيش عندنا كونتكست بنصب فيه السيستم بتاعنا. يعني انا بجيب فاير وول علشان بقيه البنوك جابت فاير وول، وبجيب اي بي اس عشان باقي الشركات بتاعت البترول جابت اي بي اس. اللي احنا محتاجينه ان يبقى عندي سيلف بوليسنج. سيلف بوليسنج دي كلمه مشهوره قوي في الدومين بتاعنا. سيلف بوليسنج ان انا اقدر اقيم نفسي، مش محتاج ان انا اجيب حد يقيمني من بره، انا اللي هقيم نفسي. بيزد على ده انا اقدر ديزاين فريم ورك بتاعي مش اخده من حد. يعني ما نجيش ناخد فريم ورك بتاع حد، لان فعلا 27004 كوبيت ايتل كلهم ما بيقولوش ازاي امبلمنت الميجرمنت ديه. بقول لك انا عايز ميجرمنت، ازاي امبلمنتها انا ما اعرفش ازاي امبلمنتها. كل واحد يعني والحاجه اللي هو عايز يعملها، وده صح وده صح ان كل واحد المفروض يعمل. بس هي المشكله لحد دلوقتي الموجوده ان الناس لسه مش عارفه الهوا. طب هنرجع بس لنا لورا شويه الستاتستكس، انا مش عارف لو هي باينه ولا لا، بس انا هحاول اكبرها. طب هدي هو ده الجراف ده كلنا عارفينه وكلنا بنستخدمه. هو الجراف ده ايه؟ الجراف ده بيقول لك ان انت النهارده لو الكوست بتاع البيزنس هو الخط البرتقالي دون، وانت ريفينيو هو الازرق، يعني ده العائد ده الدخل بتاعك اللي هو بيخش لك، فانت البروفيت بتاعك هو الفرق ما بين الاثنين. لما بتيجي تنتروديوس للمانجمنت كنترول جديد بيقول لك لا انت عندك هتشفت كل الكوست بتاعك، بالتالي البروفيت بتاعك هيقل، وبالتالي هو بيبتدي يرفض الحاجه. اللي احنا بنعمله ان احنا بنبتدي نديله حسابات او نديله اكزامبلز. انا موفينج باي اكزامبلز، انا لازم اديفاين حاجتين واحنا نشوف وانا جاي اديزاين الكنترول بتاعي هعمل ايه بقى. انا محتاج اعرف حاجتين بس في الاول، امتى الانسيدنت ابتدت وامتى الانسيدنت او الجريس بيريود اللي قدامي اللي بعدها يعني اللي قبلها الانسيدنت لسه مش ديزاستر وبعدها يبقى الانسيدنت ديزاستر. لو انا حليت قبل الديزاستر فانت هيبقى عندك الخط الاصفر ده هو الكوست الزياده اللي زاد عليك. البروفيت قل، ديفينتلي البروفيت هيقل، هيقل اكتر ما كنت حاطط كنترول. الحاله الثانيه لو انت عديت الفتره بتاعه الجريس بيريود دي او اللي انت في انسيدنت وانت عديتها خلاص، ما حدش عمل لها ديتكشن في الوقت المناسب او ما حدش اخد اكشن في الوقت المناسب، فانت عديت خلاص الفتره دي دلوقتي انت واقف بره الجريس بيريود، ساعتها الكنترول بتاعك مش يعني هنا كان الكنترول هيبقى فيه كوست برضه، عندك كوست هنا بس الريفينيو كمان هيقل. الريفينيو هيقل ليه؟ لان انت عندك كاستمرز بتخسرهم، في ريبيوتيشن هتخسرها، في ليجل هيرجع عليك، في حاجات كتير هتبتدي تخسرها، فعشان كده كمان الريفينيو هيقل. فبالتالي بدل ما انت كنت قادر تبتدي من يعني بدل ما كانت الريفينيو بتاعتك مكمله لينير، لا ده انت الريفينيو بتاعتك بتقل. اخر حاجه طبعا لو هي ديزاستر، لو انا اكتشفتها بعد الفتره بتاعه الجريس بيريود بتاعتي، مش انا اللي اكتشفتها، مش التيم بتاعي هو اللي اكتشفها، مش السكيورتي تيم هو اللي اكتشفها، لا دي بقت اناونس، يعني حاجه حصلت وبقت مثلا بتطلع على 10 مساء، بتطلع في الجرايد الحركه دي ديزاستر بالنسبه لاي مكان. فبالتالي انت الريفينيو بتاعك اصلا بيثبت، يعني انت هو البروفيت بتاعك بيقل مع الوقت، مش يعني الريفينيو بيثبت بس لان انت الكوست بتاعك لسه مكمل بيزيد، الكوست بتاعك بيزيد لكن الريفينيو او العائد بتاعك ثابت، فبالتالي البروفيت بتاعك قاعد بيقل ممكن يوصل لزيرو يعني عشان بس اتمتجت منها. ودي حاله الديزاستر دي اللي المفروض بنستخدم فيها البيزنس كونتينيوتي بلان، اللي قبل كده المفروض ما يبقى معايا كنترول، المفروض ما اوصلش لسه للبيزنس كونتينيوتي بلان. الكلام ده كلنا عارفينه وكلنا بنروح نتكلم فيه، وكلنا لما بنقعد نقابل بعض بنقعد نتكلم فيه، ولما نقعد مع المديرين نخرج من بعد ما اقعد مع المدير اروح خارج اقعد اتريق اقول الراجل ده ما بيفهمش، ده الراجل ده مش عارف ايه، ده هو اصلا مش عارف ان الكوست بتاع الكنترول صحيح كبير بس هيوفر له فلوس. تمام الكلام ده كله كويس، بس احنا عايزين التوبيك نفسه هو ازاي اديزاين الكنترول. والهدف من شويه الاستاتستكس اللي هي في الاول دي ان احنا هنطلع ديفينيشنز. عايزين انا اول حاجه عايز اعملها وانا جاي ديزاين الكنترول لازم ان انا ميت الاوبجكتيف بتاعت البيزنس، فانا محتاج ان انا اترجم الاوبجكتيف بتاعت البيزنس دي لشويه بارامترز عندي. فاحنا عندنا برضه هنا يا جماعه القصه دي يعني ممكن حد يغير فيها، انا بس بقول الحاجه اللي انا مريت بيها ممكن تفيد. اللي انا شايفه انت محتاجه ان انت ديفاين الاوبجكتيف اكوردنج للبارامترز دي، اول حاجه التي اس خلاص انا اللي هي الانسيدنت ستارت، ده التايم اللي حصل فيه الانسيدنت، ابتدت الانسيدنت. انا اوير بيها مش اوير بيها ما اعرفش، بس هي ابتدت في اللحظه بتاعه تي اس. بعد كده تي دي ده الوقت اللي انا اكتشفت فيه الانسيدنت. تي اف ده الفيكسيشن تايم، انا خدت وقت قد ايه علشان احل المشكله دي. وعندي تي جي، تي جي اللي هو جريس بيريود خلاص اللي هي من بدايه الانسيدنت
انا معايا جريس بيريود اسبوع ده اكوردنج للبيزنس كريتيكاليتي يعني تقدر تحدده من اول ما الانز ابتدت مش اكتشفتها ابتدت لحد ما انا اقدر اقول ان انا لسه ما وصلتش للديزاستر لسه في جريس بيريود بتاعتي لسه كويس هاي دي جريس بيريود اخر حاجه في التايمز اللي موجوده عندي اللي هي التي ام وده التايم اللي هو بعديه تتحول تبقى ديزاستر يعني ممكن الجريس بيريود تبقى خلصت وانا اكتشفتها بعد الجريس بيريود هيحصل عندي ريفينيو هيقل شويه ويرجع تاني يزيد لان لحقتها قبل ما يحصل لها اناونسمنت بره المكان لكن التي ام دي اتعمل لها اناونسمنت بره المكان خلاص يعني مصر كلها عرفت او السيكتور كلها بتاعي عرف فده مش ريكفربل بسهوله تمام وبعد كده عندي كوستين لازم برضه ابقى شايفهم الكوست بتاع الكنترول بتاعي انا لازم اديفاينه والكوست بتاع البينالتيز برضه لازم اديفاينه هيفضل لي بس الكوست بتاع الشركه وده انا هاخده اصلا من الشركه مش انا اللي هجيبه يعني. طب هم علمونا غلط في المدارس يا جماعه هم دايما كانوا بيقولوا لنا ايه في المدارس ان انواع الكنترولز يا بريفنتيف يا ديتكتيف الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها بريفنتيف كنترول ليه لان البريفنتيف كنترول ما هو الا ديتكتيف كنترول بس بياخد الاكشن في وقتها هو ده الفرق بس ما بين يعني بين كلمه بريفنتيف وبين ديتكتيف لكن هم كلهم ديتكتيف عشان كده الهدف اصلا من الكنترول دايما ان انا ديكريز التايم اوف ديتكشن انا عايز اقلل وقت الديتكشن طب هو في رياكتيف كمان يعني في لما احنا دلوقتي عرفنا عملنا ديفايننج لشويه بارامترز هقدر اترجم بيها البيزنس بتاعي الاوبجكتيف بتاعنا والله الاوبريشن دي او البروسيس دي كريتيكال قوي بالتالي الجريس تايم بتاعي هيبقى قليل جدا ما ينفعش الفيكسيشن تايم يبقى طويل والديتكشن لازم يبقى اسرع ما يمكن فابتدي اترجم الحاجات دي كل بروسيس او كل اوبريشن عندي ابتدي اترجمها للبارامترز اللي احنا قلنا عليها دلوقتي انا عايز اتحرك حركه زياده عايز اديك ديب شويه لتحت فعايز ابتدي اكاتيجورايز الكنترولز اللي انا ممكن اجيبها انا حطيت بس الكوميرشال نيمز يعني هي بريفنتيف وديتكتيف هم الاثنين واحد زي ما احنا قلنا مش قضيه وعندنا الرياكتيف الرياكتيف ده اللي هو بعد ما جريس بيريود حصلت يعني بعد ما عديت جريس بيريود انت خلاص انت كده دلوقتي رياكتيف مود ما خلاص الديزاستر حصلت وبقى في مشاكل وفي ريفينيو بيقل يبقى انت كده رياكتيف طول ما الريفينيو ما قلش يبقى انت لسه في ديتكشن مود انا بقول لكم ازاي ممكن الواحد يعني يختار التايمز يعني انا لو عايز ديفاين التايم بتاع التي دي مثلا او التي جريس اعرفه كده اعرفه ان ما دام لسه الريفينيو بتاعي ما قلش يبقى انا لسه جوه الديتكشن مود طب انا عشان احلهم ابتديت احطهم كاتيجوريز يعني حطيتها 1 2 3 4 5 سميتهم اسماء ثانيه غير الكاتيجوري اللي هي بريفنتيف ديتكتيف رياكتيف فالبريفنتيف زي ما احنا عرفناه خلاص ان انا عايز اديتكت بس في نفس التايم اكون اخدت اكشن عشان امنع بقيه الكونسيكونسز الديتكشن ممكن نقسمه نوعين واحد ديتكت واتصرف بسرعه مش في نفس اللحظه بس اتصرف بسرعه واحد ديتكت بس اتصرف ببطء الرياكتيف واحد ديتكت بس كان عنده بي سي بي بلان او عنده جزء من البي سي بي بلان بتاعته فابتدي يريكفر وخمسه هو واحد ديتكت بعد ما المشكله تفاقمت وكمان ما عندوش بي سي بي بلان ده اول جروبنج ممكن نعمله للكنترولز بتاعتنا في جروبنج تاني في جروبنج تاني ممكن تعمل جروبنج بيزد على نوع الكنترول نفسه هو بروسيجرال تكنيكال او فيزيكال برضو تاني انا ممكن ازود ونقص في الجروبنج داون انا بقول لكم انا بفضل الجروبنج داون ممكن واحد يقلل او يزود بس احنا بس الميثودولوجي على ما اعتقد كلنا نمشي في نفس الميثودولوجي دي طبعا مش محتاجه الكلمات معرفه نفسها يعني البروسيجرز هي بتبقى حاجه مكتوبه او دوكيومنتد او البروسيجرز انا عايز انفورسها جوه المكان بتاعي التكنيكال انا اجيب تكنولوجيا احطها عندي انتي فايروس اي فاير وول فيزيكال فالارمز جاردز موجودين بره نيم تاجز الحاجات دي كلها نروح بقى نشوف الوركينج اكزامبل بتاعنا انا دلوقتي عرفت عندي تو جروبس انا لما جيت كاتيجورايز جبت تو جروبنج وعايز ابتدي املاهم فابتدي اعمل ماتريكس فيها الكاتيجورايزيشن بتاعي فدي الماتريكس دي الماتريكس بتاعه الاولانيه اللي هي البريفنتيف ديتكتيف 2 و 3 رياكتيف 4 و 5 تمام وبعد كده دول من الانواع الثانيه البروسيجر تكنيكال فيزيكال وهبتدي احط فيها الكنترولز اللي انا عايز امبلمنتها فانا ابتديت احط انا بفكر كده مثلا ان انا عايز اعمل شويه حاجات بروسيجرال فهحط مثلا بيرسونال فيتنج بروسيجر ان اي حد مثلا يخش يتفتش كل واحد لازم ياخد نيم تاج او كل الناس تبقى موجوده عليها نيم تاجز
التكنيكال قلت انا خلاص اجيب فايرول وانتي فايروس واي بي اس وباك اب. طبعا فايرول بريفنتيف الاي دي اس والانتي فايروس حطيناهم في الكاتيجوري بتاعت الديتكتيف، الباك اب حطيناها في الكاتيجوري بتاعت الاكتيف. لو مثلا حاجه وقعت خلاص انا هبتدي ارياكت عليها، ما عنديش انا ديتكشن الحاجه وقعت خلاص، انا اصلا بره الجريس بيريود بتاعتي اساسا، السيستم وقع فابتدي اتعامل معاه لان انا هبتدي ارجع الباك اب بتاعي. الفيزيكال زي الجاردز مثلا والالرتس. طب احنا كده سقطنا الكنترولز اللي انا عايزها ممكن احطها عندي في السيستم في الاي اس ام اس بتاعي. المرحله اللي بعديها اللي انا عايز ايفالويتهم بقى، احنا محتاجين نعمل لهم ايفالويشن. الماتريكسز كتيره، الماتريكس بتاعت الايفالويشن كتيره، وكل واحد هيبقى اكيد عنده الحاجات اللي هي بتخصه. انا حاولت من الاكسبيرينس بتاعتي من مع القعده مع الناس كذا حد ان انا ابتدي احط ماتريك ممكن تمشي مع كل الناس، برضو تاني اكيد مش تمشي مع كل الناس بس انا بحاول تبقى تمشي مع كل الناس. فلقيت اللي ممكن يمشي مع معظم الناس ان احنا الايفالويتنج بتاعنا للكنترول افكتيفنس، ان انا عايز اقيس الافكتيفنس بتاعت الكنترول بتاعي، هتبقى حاجه من الست دول، يا كونفيجريشن، الكونفيجريشن بتاعته يعني اروح ارفيو الكنترول واشوف هو الكونفيجريشن بتاعته افكتيف قد ايه، او كرنسي، كرنسي هي ابديتد قد ايه للبوليسز بتاعتي او للكومبلاينس كريتيريا اللي انا عايزها، تايم لاينز بتميت التايم لاينز ولا يعني انتي فايروس بيقفش الانتي فايروس او الابديتس بتاعته بتيجي بعد ما الفيروس بيبقى بقاله سنه سيجنتشرز الجديده بتاعته تيجي، ده مش افكتيف. فلما محتاجين احنا نعرف التايم لاين بتاعنا اللي هو هيبقى جزء من التعريفات اللي احنا حطيناها، الكفرج بيغطي قد ايه، الانتي فايروس بتاعي بيغطي السيرفرز، بيغطي السيرفرز والامبليز، بيغطي السيرفرز والامبليز والتوب مانجمنت، الروبوزنس او الفيل سيف زي الفيلم، الراجل كان عنده باك اب بلان لما الكنترول الاولاني وقع كنترول تاني اشتغل، فالديزاين بتاعي الكنترولز بتاعتي ليها فيل سيف او ليها باك اب ولا ملهاش. واخر حاجه الانتيسيبيشن، والانتيسيبيشن دي مهمه جدا علشان وانا ببيلد الباك اب البيزنس كونتينيتي بلان بتاعتي. البيزنس كونتينيتي بلان بتتبني على حاجتين، على انسدنت حقيقيه موجوده عندي او حصلت لي قبل كده، والحاجه الثانيه الانتيسيبيشنز، لان لو ما عنديش انتيسيبيشنز يبقى ان شاء الله كل مره هتحصل انسدنت جديده البيزنس كونتينيتي بلان هتفيل ومش هتعمل اي حاجه. نرجع تاني للوركينج اكزامبل بتاعنا. احنا هنرجع تاني ناخد الماتريكس بتاعتنا اللي هي فيها الكاتيجوريز بتاعت الكنترولز وانواعها، تمام؟ وبدل ما كنت هحط عليها كنترولز انا هاجي افسر التفسير ده، وانا هاجي اقول لو انا عندي كنترول بريفنتيف ونوعه تكنيكال مثلا، تمام؟ فانا بالتالي محتاج ايه؟ انا محتاج ان انا لما اجي اقيس الكنترول اللي من النوعيه دي اللي هو زي الفاير وول، محتاج ان انا اجي ابص بس على الماتريكس دي، الكونفيجريشن، الكفرج، التايم لاين، الروبوزيتنس، انا محتاج ابص على دول بس مش محتاج ابص على باقي الحاجه. بالتالي هنا يبان الجروبنج اللي حصل في الاول. كنا عاملين ليه؟ احنا عاملين جروبنج في الاول علشان لما انا اجي اتارجت الكنترول ده بعرف نوعه ايه وابتدي اقيس الافكتيفنس بتاعته اجينست الماتريكس الحقيقيه، مش ماتريكس وخلاص، مش كلام وخلاص، مش حاطين كلام ورا بعض وخلاص، تمام؟ فانت تيجي تحط الماتريكس بتاعتك بالشكل ده، تمام؟ وخلينا نركز احسن مع الانتي فيروس عشان هو المثال اللي هيكمل مع الانتي فيروس. فمثلا الانتي فيروس اللي بصيت عليه لو انا عايز اقيس الافكتيفنس بتاع الانتي فيروس هو ديتكتيف وتكنيكال، فهبتدي ابص على الكونفيجريشن بتاعته، هل هو مثلا الكونفيجريشن بتاعته بتغطي السبام وير، بتغطي المال ويرز، بتغطي الاد ويرز، بتغطي السيجنتشرز بتاعته الجديده، زيرو داي اتاكس، في ساند بوكسنج ولا ما فيهوش، انيبلد اصلا ولا مش انيبلد، الكرنسي ابديتد ولا مش ابديتد، الكفرج بتاعته بيغطي حجم قد ايه من البيزنس بتاعي، الاورجنايزيشن بتاعتي مغطيه قد ايه، هل مغطيه كل البيزنس ولا مغطي جزء منها، يعني مغطي السيرفرز بس، مغطي الويندوز مش مغطي لينكس. واخر حاجه ريبريزنتس، لو الانتي فايروس فيلد في حاجه في ظهري هتحميني؟ بيز على ده وانا اقدر احسب رقم فاليو نقدر نكلم بيها المانجمنت على الافكتفنس. انا هاخد كل واحده من دول وهدلها الافكتفنس بتاعتها. معظم الانتي فايروس في يعني في الاماكن الويل استابليش هتلاقي الانتي فايروس بنسبه 100% كونفيجرد كويس، بس الكرنسي بتاعه مش بيبقى دايما ابديتد، الكفرج غالبا مش مغطي كل حاجه، احسن ناس بتبقى مغطيه الويندوز بس، في ناس اسوأ شويه ما بيبقى مش حاطه السيرفرز بتاعتها، حاطه اليوزرز، في ناس بتبقى حاطه المانجمنت، فدايما الكفرج هتلاقيها اولموست 50 تحت ال 50 شويه. انا بحقق دي ارقام من الاكسبيرينس،
ممكن كل واحد عنده العمليه تتغير، ممكن يبقى حد عنده كفرج 100%. الريبوزنس انا حاططها كده 40%، لان معظم الاماكن ما بتبقاش عندها انتي فايروس، بس عندها نتورك كنترول بيحمي بعد الانتي فايروس زي السيجمنتيشن مثلا. هجمعهم على بعض واقسم على العدد بتاعهم بيطلع لي الرقم بتاع الافكتيفنس. يبقى الانتي فايروس بتاعي في المكان دون افكتيف ب 72%. انا الفاضل لي بس ان انا اعمل حاجه واحده، انا عايز اعمله بنش ماركينج. يعني هل 72% دي كويسه في الاندستري بتاعتي ولا مش كويسه؟ يعني لو انا بانكينج سيكتور 72 دي ممكن تبقى كويسه، فخلاص انا كويس، الفكره بتاعتي كويسه. ممكن تبقى سيئه جدا في التليكو، فانا فاضل لي الحاجه الوحيده اللي فاضله لي اللي هي البنش ماركينج. البنش ماركينج هيتعمل طبعا، هو المسؤول عنه دايما الجهات الرقابيه اللي هي اللي بتطلع الافريج بتاع او البيز لاين. يعني مثلا البنك المركزي يطلع البنوك، البورصه تطلع هيئه الرقابه على البورصه، المفروض رقابه هيئه سوق المال، مش البورصه مش تبع هيئه سوق المال. في الحاله دي يبقى هي اللي هتطلع للشركات العامله بالبورصه، يعني الشركات العامله للبورصه تمام. التليكو هيبقى وزاره الاتصالات هي اللي تطلعها، بس انا ما فيش حاليا حاجه زي كده موجوده. يعني انا ما اعرفش برضو ممكن يبقى، بس انا ما شفتش حاجه زي كده بتطلع افريج لكل مكان. انا شفت ستاندرز كتيره فيها تشيك ليست، يعني تشيك ليست بيزد، اعمل ده وده وده وده، او ريسك بيزد. يعني دول انا شفتهم، بس ما فيش حد بيقول لك انت كويس ولا وحش. يا تعمله ابيض يا ابيض اسود، يا انت اعمل احسب انت الريسك بتاعك وانت حر في الحاجه بتاعتك. بس هو الصح ان المفروض كل هيئه رقابيه تطلع بيز لاين علشان تقدر تقيس الافكتيفنس بتاعت الاماكن بتاعتها. في الحاله دي انا ما عنديش حاجه، هعتمد على الاكسبيرينس الثانيه بتاعتي، ودي انا مش هقدر افيدكم فيها لان انا مش هقرب كل الدومينز. انا فكل واحد في الاندستري بتاعته يقدر يحسب الحسبه دي، ان هو يقدر يجيب الافريج عن طريق او البنش مارك بتاعه عن طريق حسبه بسيطه قوي، ان هو يجيب الكومن ريسكس او الشيرد ريسكس. يعني بنك اكس بنك واي اكيد في شير ريسكس كتيره ما بينهم تمام، زي هتلاقي الحاجات المتعلقه بالكور بانكينج، هتلاقي الحاجات المتعلقه بالاي تي امز او الكارد اندستري، الاتصالات او التليكو هتلاقي معظمها حاجات متعلقه بالكور، فهتلاقي حاجات. وفي طبعا حاجات جينيريك دايما بتبقى متعلقه مثلا بالامبليز مثلا او بالاي تي نفسه يعني. فكل واحد ممكن يحسبها، بس ممكن يحسبها جونست الدومين بتاعه. هنطلع الافريج بنش ماركينج دون ونشوف احنا فوقيه ولا تحتيه. لو انت تحتيه يبقى انت اذا انت لسه محتاج تبوش اكتر في الكنترول بتاعك. طيب الكلمه الاخيره اللي انا عايز اقولها، كان ممكن بعد كده اسئله لو في حد عايز يسال حاجه، ان افتكر دايما نظريه البامبرز. هي نظريه البامبرز تاني، ان ما فيش حاجه اسمها الحل السحري. يعني مش الفاير وول اللي عندي هيبقى هو احسن فاير وول عندك. انا عارف في حاجات بتقيس الهيت ريتس بتاعت الاي دي اسز، وحاجات بتقيس الافكتيفنس بتاع وحجم السوق، كل الكلام ده كويس جدا، كل الكلام ده كويس ممكن يديك انديكيشن، بس مش كويس للكونتكست بتاعك. يعني مش كويس ان انت تجيبه في الكونتكست مثلا بتاع بانكينج، او مش كويس. يعني في حاجات كتيره زي كده ممكن نلاقيها مش كويسه ان انت تجيبها في الجزء بتاعك. فانت احسن حاجه تبقى سيلف بوليسي، اعمل لنفسك سيلف بوليسي، راجع على نفسك، حاول تحط لنفسك الفريم ورك بتاعك. يعني الماتريسيز اللي احنا شفناها دي كلها نرجع تاني نعدلها ونحطها للاندستري بتاعتنا. انا خلصت السيشن، لو في اي اسئله متعلقه بالسيشن.